حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوش دعموا القناة باللايك بالإشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. غيزلان اللي هبطت لبيتها طرفت البومادة وغسلت إيدها ولقات 3 الليل تكات توحشت خواتاتها. يلا جات اليوم وتا لها بغات تعيط ليهم، ما عندهمش تيلي خاصة تعيط الحادة، واللي هذا شافت حتى عيات ونحتات. أصبحنا وأصبح الملك لله. 6 صباح صونات لالارم عند غيزلان، طفاتها بإيدها ونهضت كتكسل وكتفوه. عاد نهضت لبست بانطوفة ودخلت للدوش، غسلت وجهها وسرحت شعرها وجمعات وكعكة مهملة وخرجت بدلت بيجامتها ولبست وحدة أخرى في الحمر شكلها بحال الكيتمة، وخرجت مشات الكوزينة لبست طابلية اللي تتلبس ومشات للتلاجة، جبدات البيض الدقيق الحليب والسنيدة والزيت وحطات ومشات للبلاكار، جبدات الخميرة والفاني والشوكولا والإناء والطراب، وبدات كتصايب في الكيك في دكيك صغار ديال الفطور السرائف، ودارت عصير الليمون والقهوة والكيكة كتطيب في الفران، وجبدات الطوست والكوفيتير والزيتون، وبدات كتوجد في الميدة وكتنقب. أنا رائف اللي فاق وقد حالته لبس سروال كحل وتريكو بيض مع فيست نوار وسبرديله بيضه طالعه، وقد لحيته وشعره ورش من ريحته. يا سلام بحال شي ممثل تركي هارب من التلفازه. ثم هابط وتيشم ريحه كيكه اللي ملأت المكان. يا سلام لقد طبله موجوده مقاده برك ووقفت عليه. غزلان بابتسامه، صباح الخير السي رائف، هاو فطورك واجد بالصحه. طلع فيها عيني وعاود نزلهم كي ياكل، حست براسها تقمعات. حيدت ديك الابتسامه وتتنقل في خاطرها، غيزلان يخ درنا غير الصواب زعما، وبغينا نعتذر الساعه مع عامل كيف داير. يا ربي راسو كي راس مخا نجار. سري انا اما كون قتلت سونيس ويمشي المهارز، ولكن المهارز هو اللي فيه انا. بركت في الكوزينه جبت تالي وعيطت لماما، لامي حادة اللي كانت في الوطيل كدير شغلها، شافت نبرة بنتها وهي تجاوب، عالو غيزلان اش بيتي سيري قدي شغلك. غيزلان بقى فيها الحال، واخا عارفة طبع ما، ولكن زعما راها بعيدة عليها وبغيت غير تسول فيها وخواتاتها. الو امي انا غير بغيت نقول لك كيف دايرة وكديري البنات. حادة كل شي بخير نحمد الله ونشكره، غير سيري يا بنتي قدي شعالك، لا تحشمينيش مع الدري الله يمسيك بخير. وقطعات غيزلان هبطت الدمع على خدها ومسحتها بالزربة، ونهضت لقات رائف يلا سالا وبدات كتجمع في الطبلة وهو يدوي. إيه انتي سمعي اليوم جايين عندي شي ضياف ديال الغدا وبلا ما نوريك شغلك. وزاد غيزلان بقات غا كتشوف فيه حتى زاد، شافت تعيات وحدات راسها تكمل شغل احسن عند البنات اللي سالا وشقا وباركين ساهيات في البيت. نعيمة بقات بلاصة غيزلان كبيرة بزاف. سوسن اوف ما تفكرينيش، يلا مشات غير البارح وتوحشة، كي غندير نصبر 5 شهور. وبدات كتبكي. نضت نعيمة وعلقاتها كتسكت فيها وهي كتنخصص. نعيمة وصافي حبيبتي بغات تبكيني حتى انا، الا عرفتنا غيزلان كنبكي راه غتقلق، ياك شتي اش قالت لينا. سوسن طلعت راسها في اختها ومسحت دموعها، اختي عندك الحق، صافي صافي انا ما غنبقاش نبكي. تعانقوا وكيصبروا في بحثهم على فراقهم. عند عزيز وزهرة في البيت، عزيز كيقاد في الكخافات وزهرة باركة مقابلة مع المرايا حتى كتصيب هي في حلقاتها. عزيز اوف لقيتيني كنفكر في هاد المصيبة تاع كاميليا، كي غنديرو معاها؟ زهرة شي واخا تخطبو راه واخا تخطبوها كاع لايف والله لا زوج شالي، انا غنوريها شكون هي زهرة. عزيز انا خايف لا تعرفنا، ما باغينش نزوجوها لي ودي لينا المشاكل كثر من اللي دايره لينا دابا. زهره نهضت عنده عن القاته، ما تخافش مستحيل توصل داك الشيء اللي بغات، اصلا الرائف ما كيبغيهاش ما غيتزوج بها، خاصنا غير نقنعو يخطبها باش نطمئنوها شويه، اما الزواج والله لا حلمت به.
عزيز وداك الشيء. يلا خلينا نهبطوا باش نمشيو عند رائف. زهرة واخا انا غنسبقك نشوف مرعف واش واجد. دارها عزيز بعيني واخا وهبطت باتجاه بيت مرعف ودقات وقالت دخل. دخلات لقاتو كيقلب اشي يلبس والبيت مرون والحوايج في كل بلاصه. زهرة مصدومه، اويلي اش هاد الشيء يا ولدي، اش هاد الحاله داير في بيتك؟ مرهف كيقلب وكيدوي، وصفي الوالده راه عادي، عيط الامينه تجمع هاد الشيء. زهرة لا لا، خص رائف يعاديك بشويه بالترتيب، وانت ما كاين غير هو الرونه ولدي. مرهف والله ما كذبتي يا الوالده. زهرة يلا سربي راسك لا تعطلو، وخرجات. اما غزلان اللي ناضت وحالفة تتصيب داك الشي زين باش تحمر وجهها، وخا تدير لي هذاك الشي وكتعامل معها قاص الا انها كتبقى ما دات كتقاد في بسطيلات صغار منوعين مالحين بالحوت، ودارت حلوين ديال الدجاج واللوز، ودارت اللحم معسل بالبصله والبرقوق والشلايض مختلفين، ووجدات تحليه دارت ديطاغت صغار بالفواكه، ودارت فلون كراميل. جاو شي بنات هما اللي غادي يحطوا داك الشيء، حيت مرهف علم رائف باللي غيجيو حتى والديه. غزلان خدات ليها بسطيله صغيره كلتها الكريشه هي الاولى، ومشات لبيتها. دخلت دوشات وبدلت حوايجها وتكات سالات مهمتها. قد طالعه هابطه في الفيس تلقات جروب تاع القصص، ودخلت كتقرا في واحد القصه تاع اهلا بك في جحيمي، عجباتها وبركت شاده بها السون. عند رائف اللي ضرب طليل على شغله ورجع لدارو شاف حسها مقطوع، غير البنات اللي في الكوزينه كيتسناو الضيوف باش يحطوا داك الشيء. رائف مشى برك في الصاله حتى بانت لي بنت من البنات، وسولها رائف ايه انتي غزلان ما بانش ليك؟ البنت واش البنت اللي طيبات؟ رائف اه هي البنت. وقيلا سيدي بيه صحيت طيبت ومشات. رائف اه واخا صافي سيري كلميها. البنت واخا سيدي. مشات كدق على غزلان في بيتها، حلات العياء عليها بقاتها كتمسح في دموعها. البنت اويلي يا اختي مالكي؟ غزلان شوفي شوفي هاد السلطان واخا زوين ولكن قبيح، شوفي اش كيدير الاماني. البنت يا اختي دخليني لهاد الجروب على عار الله. غزلان واخا واخا. البنت ويلي نسيتيني، تكلمي لسي رائف ما عرفتش بغاك. غزلان اه يا ويلي هذا اش باني تاني ياك طيبنا ليه؟ البنت والله ما عرفت غير تكلمي دغيا، لا يبدا يغوص صاحبتي راه معصب. غزلان يتعصب على راسو اش بينو وبينو يخ. البنت وسر بيا الصقعة. غزلان واخا واخا. ناضت غزلان لبست بانطوفه في رجليها ودارت شد على راسها حيت عايمه، لقاتو بارك وكيتسنى. رائف جيتي باقي الحال؟ سير سير رجع لالا سمعي ملي نقول لك جي جي دغيا ماشي على عام. غزلان غا كتشوف ما عرفت مالو يتعصب على والو. واخا سيدي اسمح ليا. رائف اش وجدتي؟ غزلان داكشي اللي كيوجدوه الناس في الغدا. رائف واش بغات تمرضي طاسيلتي وادوي؟ غزلان بسطيلات مختلفين ولحم وشلايض وجوج انواع الدسر. رائف ونتمنى يكون داكشي زوين ولا غتندمي. غزلان في نفسها انا غنوريك انت اللي جبتيني واللي في جهدك ديرو يلا وشد. رائف ايه انتي فين سيسي راني كندوي معاك. غزلان اه صافي صافي كون هاني غيعجبهم داكشي وخصوصا انت اسي رائف. رائف يلا سيري ضرقي وجهك ما نشوفكش. غزلان تمت غادا وكتحلف عليه، اما رائف فسمع صوت الباب ومشات الخدامه كتجري حلات. ودخلوا مرهف وعزيز وزهره وجايبين الحلاوي ديال اتاي مختلفين شكيلات، وبداتهم الخدامه ودخلوا مرهف وعزيز تسلموا مع رائف سلام رجولي. وزهره عنقاتو رائف ولدي غبرتي علينا. رائف غير الخدمه وصافي اجي بركي. مرهف الخدمه ولا شي حاجه؟ رائف غتسكت نسى ولا غنوض ليك؟ عزيز ما ديش عليها ولدي. بقاو كيضحكوا وكيتحطوا، اما غزلان دخلت الكوزينه بتسلات وشدت واحد الطبسيل، حلت دغيا واحد جوج بسطيلات ودارت فيهم الحار وزادتهم الملحه وكتبتسم بالشر وسداتهم. عيطت على ديك البنت اللي جات عندها. غزلان شوفي الزين هانتي دابا سي رائف حطي لي هاد زوج طباسل قدامه حيت قال لي ديرهم بالسوسين مع مسكين فيه الملحه. الله على سي رائف مسكين بقى فيا هي الاولى اختي والله تنحطها ليه. غزلان يعطيك الرضا هذه هي الحياه اللي شافو صحيح يقول هنا البنت هو مسكين تيعاني. البنت ايه عندك الصح صافي كوني هانيه. غزلان كضحك بشر
ومشات للدسير هزات طبسيلو وبركز كدير ليه في السكر، السكر حتى ولا حلو كيقطع. اما عند رائف او عزيز وزهرة ومرهف فبركو فوق الطبلة وبداو البنات كيحطوا في الاطباق، والبنت مسكينة على نيتها حطت ليه طبسيل قدامه بداو كياكلو. رائف بدا بشرادة تياكلو، مرهف الله يعطي الصحة اللي طيب واو طوب، عزيز عندك الصحة هادشي بنين بزاف. رائف تياكل عادي ساعة ما بغيش يشكرها. زهرة حمقوني هاد البسيطلات، ايوا رائف يلاه كمل طبسيل الشلاطة وغيبدا في الطبسيل اللي فيه البسطيلات. حط دغمة في فمو حس بالدنيا توقفات، خرج عيني بانت ليه حتى طل من الكوزينة وتتفرقع بالضحك، عرفها مولاتها صرتها بزز وجه هدرته للبنت. رائف جيب لي الماء سربي. مرهف مالك؟ رائف غير وخيلة صرت بالزربة. عزيز ما قدرتيش تقاوم مذاق، في الحقيقة عندك الصح. زهرة فغي مولديت. البنت مشات كتجري للكوزينة وهي تشد غيزلان، بلاتي بلاتي ها كلمة سمعته باغي الماء وهي دير ليه فيه الملحة وهي مسمتها باش تموت عليه بالضحك. البنت الله يعطيك الصحة اختي، وقيلا سيدي رائف طلعت ليه الملحة. غيزلان تفرقعات بالضحك على كلام هاد الهبيلة. مشات البنت كتجري على نيتها، عطاتو الماء نزل عليه دقة وحدة صافي تما وصلت بيه للطوب. حس بالردة مبغاش ينوض، لا يعيق قدامهم ويولي ضحكة وكيتحلف عليها. أما الآخرين كياكلو وكيتبننو، يلا بغى رائف يقيس اللحم وهي تنقذ البنت. عندك السي رائف راه فيه الملحة. رائف طلع في عيني ولا كان فيه الملحة. ومن بعد البنت أولي السي رائف ياك نتا كتعاني من مرض الملحة. خلاتها غزلان اللي شاف الصحة يقول على البنت بالحق هذه هي الدنيا ما تعصبش. مرهف أوي اللي الخاوة في كل ملحة. عزيز يمتى عرفتي يا ولدي هاد الشيء؟ زهرة وعلاش ما قلتيهاش راه خاصك الدواء اللي تنفخ. اما غيزلان سمعت هضرتهم طاحت بالضحك ودموعها دازو. رائف والاحمر وينو كيفاش تصنق شتي كيفاش وليتي؟ لا راه غير البنت اللي كطيب مسكينه حمقه، مهلا لا حتى اللي رباتني طلبتني الخدمة عندي حيت مسكينه الا ما طيبتش كتقدر تنتحر. مرهف بقات فيا الصراحه، عزيز مسكينة الله يشافيها. زهرة ستاخد شي دواء بعدا؟ رائف لا ما تخافوش دواها سنعطيه لها من الليل لليل وكيكالميها. غيزلان سمعت الهضرة اللي قال بلعها طريقة وسلسات البيت وسدات عليها بالساروت. غيزلان كدور في البيت وكتاكل في طفرانة، ناري ناري قفرت اجدا ندير ليه داكشي، ناري اليوم يصفها ليا. وفينك حادة وفينك نعيمة وفينك يا سوسن؟ وبركات كتبكي وكتويل على حظها وكتحس براسها اليوم غتودع الحياة. رائف جابوا ليهم الدسير ما داقوش بحجة ما قدش حيت عرافة غتكون دارت ليه شي حاجة. سالو غداهم وبركو كيتحتو، ورائف كيتحلل في خاطرو. مرهف وعادي الزهرة بقى مع رائف كيتحتو وموضوع كيجبد موضوع حتى وصلت تسعد الليل عاد ناضو. عزيز ما تغبرش لينا ولدي. زهرة عندو الصح جي عندنا راه داركم هاديك. مرهف يوسلم على اللي طيبات تبارك الله عليها. عزيز الله يشافيها مسكينة. خرجوا ورائف مش عند البنات خلصهم ومشى لبيت غزلان كيدق عليها شوية كيدق بالجد. حلي حلي انا رائف، حلي حلي انا رائف برادة تجي برهوشة بحالك ودي لي ديك الحالة، انا اللي كلشي داير ليا الحساب، جي انتي وديري ديك الشوهة، انا مريض بالملحة دوي. خليني هنا غنوريك. غيزلان صافي ركبيها كتحس بيهم خواو ولا صغا كترعد. سي رائف انا راه غنبغي نضحك معاك. رائف كيغوت بالفقصه، واش باغا تمرضيني؟ واش باغا تفقصيني؟ واش نتي كتلعبي معايا؟ واش انا خوك ولا اشنو؟ واش بنت لك برهوش دوي؟ حلي. غيزلان لا لا والله لحليت، يلا باش ضربني. رائف غتحلي ولا غادي نفرع عمو هاد الباب. غيزلان سمعت الفرن بلعها طريقة ومشات بشوية حلت الباب وهربات طلعت فوق الناموسية. رائف تقرب ليها كيغزز في سنانه وضرب فيها شوفات قرطاس. نزلي حسن لك. غيزلان صوتها بدا كيتقطع، اش باغي دير؟ وصل حدا ناموسيتها ونزلات وكترجع باللور وهو غادي باتجاهها
تلصقها مع الحيط وحاصرها بيد وشد لها يديها. رائف تزير على يديها، على شويه غادي هرسالة. هذه هي اليد اللي حطت لي داك العجب في الماكله ياك، وانا غنوريك. كيورك على يديها وغزان كتغوت من حر الالم. غزان كتوسل ودموعها دايزين، عفاك عفاك طلقني ما نبقاش نعاود. رائف شافها كتبكي وعرفات قصحات، طلق منها وقرب حدا ودنيها وانفاسهم تخلطات. رائف كيدوي وكيورك على هدرتو، سمعيني مزيان، لا بغيتي نبقاو مزيانين هاد 5 شهور خاصك اول حاجه هي تقدي معايا بلا لعب ديال البراش، زيد عليها نقا ثم نقا والنظافه، ويا ويلك لقى شي وسخه ندمك الصغيره. سمعتي نتمنى تلتزمي بهذا الشيء. غزلان شافت فيه بحقد وهي تدوي، واخا اولا انا ماشي صغيره، عمري 22 عام سمعتي، ونزيد انا ما مبيناش لك مسخه كتفهم، وهاد الخدمه ما على باليش بها، كل ما كانت امي اللي مربياك وقالسالي وجيت حيت كنحترمها، وما غاديش نخدم عندك حيت ما ناقصني والو، كل شيء عندي، عايشه في الخير كتفهم. وتا انا بغيت غير امتى تسالي هاد 5 شهور ساعه الزفت ومشي لدارنا. اخر حاجه غنقولها لك، هزت البوماده اللي كانت فوق البلاكار وشدت لي يده وحطتها هكا، هادي ديرها كل نهار بالليل اوكي، ودابا ممكن تفضل. رائف بقى كيشوف ليها في عينيها مده، وزاد خرجت لها لبيتو وبرك فوق الناموسيه كيشوف هاد المخلوقه، ما بغاش تفهمني لا هي لا تصرفاتها، مره كدير شي فعال تاع الدراري الصغار، ومره كتكون مجده وهاد رزقها صحا. بقى تيشوف بوماده وجاتو الضحكه. ناض حط حوايجو ولبس بيجامه تاع النعاس، حيد الفاصمه دار بوماده، فجاه تفكر لمساتها عيني يلمعو، ما عرفش علاش كمل ودار فاصمه جديده وتسكى كيحاول ينعس. اما في دار حاده باركه هي والبنات كيتفرجوا، نعيمه كتوشوش هي وسوسل، شوفي انا ما نقدرش خفت نقولها لها ونصدقوا فشد ليا نقطع عليك. سوسل وما تخافيش يا صاحبتي، لا غير سكتي سكتي انا اللي غنتوي. سوسل امي، حاده دارت عندها ودارت ليها بعينيها شنو. سوسل امي بغينا ندوي مع غزلان عافاك. نعيمة أهمي رحنا توحشناها. حدة بحدة سمعوا غزلان راه ما مشاتش تلعب، كتسمعوا مشات لخدمتها تخدم ما كاينه هضره، مورا 5 شهور غتشوفوها. يلا هنونا دابا مصدع. سوسن ونعيمة بقى فيهم الحال وبغاو ينوضوا لبيتهم، وحدة غوتات دوزو تبركو دوزو تبركو الارض، انا غندوي وانتوما تنوضوا هكا. وا هي هي بركو والدمع في طرف عينيهم من طبع معهم الصعيب اللي عمر حالا ما وراتو ليهم، ديما المعاملة القاسية. عمرهم خرجوا كي البنات قليل وقليل وقعت شي معجزة. أما في الفيلا تاع عائلة كاميليا اللي كتكون من خوها مصعب 28 عام شرطي، زوين زوين مع راسو زين والتباتة والقلب البيض، ماشي بحال ختو با محمد ومها عاتقة اللي متصراها، وهي اللي عندها بنت كتغطي عليها من باها وخوها حيت عارفه خوها ناض ليها غيقتلها، حيت واخا ظريف الا انه صارم هو وباه، ناس طيبين كل الطيبه ديال الدين والاخلاق. كاميليا اللي شويه غريبه عليهم تصرفاتها خايبين وجنيه، كانوا باركين في الصالون حتى تمت كاميليا داخله كتعوج. مصعب ايه انتي واش في الزنقه؟ راك في الدار، واش هذا وقت لالا سيبه ولا؟ محمد ايه بنتي اش هاد الشيء واش هاد الحاله؟ كيدوي على لبسها، كانت لابسه تريكو كحل ديال السهرات مع جيب قصيره بيضاء وطالون وساك صغير نوار وماكياج ثقيل. دخلت عتيقه، عتيقه بضحكه صفه ايه لا واه لا واه زتو فيه، راه كانت في عيد ميلاد بنت صاحبتي كنت غنمشي انا وياها وما قديتش. كاميليا ايه عندها الصح، كنت غير في عيد ميلاد ما كنتش دايها، وتم طالها البيتها كتخبط في رجليها، نضت سبعاتها وشدت من دراعها. سمعي هذيك جنيه صحابيني ما عارفاش فعيلك، عيت ما نبقى نغطي عليك وتبتي شويه. كاميليا صافي صافي امي صافي غير خرجي غنهز. قد تشوف بنتها في تصرفاتها ولباسها، عرفتها ضاعت وتا هي عندها يد في هذا الشيء، حيت ما رباتهاش كون خلات باها وخويا ربيوها كونها طلعت مأدبه وداخله سوق راسها. اصبحنا واصبح الملك لله، الشمس مطنطنا على سخونيتها. فقت غزلان حلات عينيها وناضت بالتقالة وكتحس براسها عرقانة،
يلاه شهر ربعة والشمس عافية. دخلت للدوش، حيدت حواجها ودارت بوني على شعرها ودوشات بالماء بارد شوية، ما قصت شعرها، خرجات ومسحت لحمها وجبدت ملابس داخلية وكسيوة صيفية زوينة في الغوز وفيها وريدات بالبيض. جمعت شعرها، خرجت باتجاه الكوزينة كالعادة، توجد الفطور للسرائف قبل لا يفيق. مشات للتلاجة لقات منتا كتشوف، قررت دير كريب شوكولا وصيبة حريشات صغار والقهوة. ما جا وراها وقدت داكشي فوق الطبلة تسمعت صونيت، مشات حلات لقات البنات اللي كيديروا النظافة دخلوا، وهي مشات هزات ليها كاس هاد القهوة وحريشة دارت فيها فرماجة وكلاتهم ومشات لبيتها بين ما يهبط. اما رائف لليوم الحد ما كيخدمش، ندخل دوش وخا بقي مجروح ما اهتمش، وخرج كينشف في راسو ولبس تريكون السكون في الخزي وسروال كحل ودار ساعة في يديه ورش من ريحته وقاد شعره واللحية. هبط لقى الفطور واجد، غيتلان سمعته هابط ناط الكوزينة لا يطلب شي حاجة، ما قد على صداع معاه. رائف كيفطر وكيتبنن ما ينكرش تعجبو طيابها، ملي سالة عيط ليها غزلان غزلان غزلان، سمعاتو مشات لعندو. نعم سيدي رائف، وجدي راسك اليوم غنمشي لليخت نرتاح شوية وانتي غتمشي معايا، ماشي باش ترتاحي ولكن باش طيبي. هانا برا، يلا وجدي راسك وسربي بلا ما تعطلي. وتم غادي كيتمشى وكيتبهكاك وعضلاتو كيتمشاو معاه. غزلان هزات كاس ودارت راسها بحال لا غتشير عليه، وعاد حطات الكاس بالجهد وعدات قنوفته بالعصب. غزلان كتغدد، اخ انا بغيتك تطيح في البحر وتغرق فيه، بالحق ما كاينش البحر في مراكش، لين ناوي دينا هذا ثاني الله يخرج هذا الشيء على خير. مشات غزلان باتجاه بيتها، حلت الماريو وكتقلب اش غتلبس. في الاخير جبدات واحد السروال في البيض تاي اوت وتريكو في البلو خفيف طويل من اللور وقصير من القدام وصنيديلة زرقاء مع طفيرتها اللي مصبغاهم بالغوز بارد جالسه كتحمق. طلقات شعرها وكسافات بكلوس وهزت ساكا في التالي وبيجاما كاحتياط وخرجات، لقاتو راكب في اللوطو عامر وكيتسناها. شافها جاية دار ليها بعينيه سربي ومخنزر، ميقات فيه وقلبت عينيها وتا هي تمت جاية غاب شوية عزيز على صفقتو كيما كيستفزها. وصلت وحلت الباب بشوية وبهدوء وطلعت وسداتو وحطت ساكا فوق رجليها. رائف دار عندها مخنزر فيها كتعصبو باش كدير هكا، لا 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 مازال مازال الحال، واش انا خدام عندك كنتسنى لالا غزلان حتى توجد على خاطرها وبشوية عليها. غزلان دورت عينها فيه وكتكلم بهدوء بلا ما تعصب، السي رائف ما وقع والو، هادو هما البنات غير بشوية بشوية. رائف عرفها كديرها ليه بالعاني، ديمارا وزاد بأقصى سرعة. هنا قلب غزلان تهز وزيرت على الكرسي كتخاف من السرعة بزاف، كتبغيها تكون طبيعية وعادية، أما هذا فراه غادي طاير كيتسابق مع الريح. رائف غادي وكيزيد كيبتسم بالشر، غزلان كتحس بروحها غتسهق. رائف واسي رائف عافاك نقص عافاك. رائف كيدوي وكيزيد، وعلاش غنقص مثلا أولا نتي خوافة. غزلان دموعها بداو كيهبطو كتحس براسها غادي تموت. عافاك السي رائف عافاك عافاك، انا كنخاف وقف عافاك. رائف كيصحابها غير كضحك في الاول، ولكن ملي شافها كتنخسس وكتبكي وصدرها كيطلع وكيهبط بالزربه بقوات الخلعه، وقف بالزربه حتى الروايد تحكو مع الارض وسمعت ديك الزيت حيد صمتها وحيد لها صمتها وجبت قرعه الماء ومد ليها. غزلان خداتها ونزلت عليها في دقه وحده. رائف وعلاش ما قلتيش ليا من الاول عندك مشكل مع الصرا؟ غزلان دارت فيه وقوست حجبانها ومازال كتنخسس، واش انت ما كتحشمش؟ علاش داير هكا؟ انا كنت كنبكي وكنطلب فيك وقفتي، حرام عليك، انا شنو درت لك كاع؟ رائف حس بقلبه فحال نغزو ملي شافها كتنخسس وتعبر ليه بحال شي دريه صغيره. ما عرفش اش وقع ليه، مد يده وحطها على حنكه كيمسح لها في دموعها بيديه، طلعت في عينها وجات عينها في عينه، قرب منها وانفاسه تخلطات وتوترات، حست بقلبها غادي يوقف، ما عرفت تقول ليه حبس ولا تسكت. يلا بغى يقرب ليها ويدور وجهها، قالت لها بصوت يلا دابا حنا غادي نتعطلو ويظلم الحال فهمتي ويلا. رائف عرفات وتوترات وبين عمر شي حد ما قرب ليها لهاد الدرجه،
فرح في خاطره ما عرفش لاش، وهو ما بينه وبينها والو، مجرد طباخه في داره، امها هي اللي مربيه او مخليها امانه عنده. نعر راسه على اش كان غيدير وزاد. اما غيزلان زنقات وبدات كتويل في نفسها، انا ريكت غنشوه، طلقت ليه كون قرب ليا، ويلي ويلي خاصني نجمع راسي شويه. حطت يديها على الحنكه وبركت كتحسس، يا لمست ايدي شحال زوينين. غمضات عينيها وبركت كتحسس، رائف شاف فيها بنص عين، لقى السيده عايشه اللحظه وتفرقع بالضحك. غير لا سمعت ضحكت وقفزات، دارت شافتو صايك وتيكركر، سهات في ديك الضحكة وسنيناتو البيضين كي اللؤلؤ مستفين يا حليلي. وهو يدوي رائف، واش تسطيتي مالكي بركة كتحسي في حنكك؟ غير العاد سرات معاه، والو غير كنمس البشرة ديالي وصافي. رائف كيضحك وصايك، اما عند البنات فاقو كي العادة وسيقوا الدار ووجدوا الشغل، هذه هي حياتهم نفس الروتين يوميا. ملي سالاو بركو يتحتو، نعيمة شوفي اختي حنا خاصنا نسولو في خطنا. اي ويلي راه بزاف سوسن عندك الصح، ولكن ياك شتي على عينيك فاش قلنا ليها راك سمعتيش قالت. نعيمة خاصنا ندبرو على شي تليفون واخا يكون غير صغير. سوسن انا عندي 100 درهم، نعيمة وانا عندي 50. سوسن 150 قادية، ندبرو على شي حاجة هادية. عندي انا غنمشي طير عند حمزة ولد السيكليس، يمشي يدبر لي على شي واحد ونجي. نعيمة هنتي سيري على الله لما تعطليش، درك تجي حادة ونولي وفشد ليا نقطع عليك. سوسن واخا واخا. نضت بالجرة لبيتها، لحت عليها جلابتها وخرجت كتسلت من الدرب، لا يشوفها شي برقاق ولا شي برقاقة، وتوصلها سخون الحادة. ضربتها بدرديكة حتى لعند حمزة ولد السيكليس اللي فراس الدرب اللي حداهم، لقات واقف تيتكونيكتا في تليفونو، شافها جاية كتجري حيد تليفونو وشافها باستفهام. حمزة عجب سوسن بنت حادة الزين وتباسل عند ولد السيكليس. سوسن كتنفس بالزربة حيت سخفت بالجرة، اوف هانت شوف هاكا 150 درهم وصير طاير دبر ليا في تليفون كيف ما كان. ها عارمو لابراهيم. حمزة ايه مرحبا انا دغيا ونجي غير بقي هنا، او ما اتليه براسها بقاه وزاد. شدات واحد الكرسي وبركات كتسناه، دازت شي 15 دقيقة عاد بان ليها جاي وجايب معاه نوكيا بيل ومدو ليها. حمزة ها هو خديتو ليك وشارجيت لك فيه 10 دراهم بالكارطة وكل شيء. سوسن ايه حفظك الخاوة، ردها لك في ساعة الخير، يلا نخليك. وضربتها بدرتيكا تهل دارهم. نعيم قوي على المسخوطة، بتي تسكني ليا تسكتي ليا قلبي ولا؟ سوسن جراتها وكدوي، صافي صافي يا صاحبتي تكالماي، المهم هو اني جبتو. نهيمة يلا سربي سربي، يلا نعيطو ليها قبل ما تجي منا. سوسن ولكن كاين مشكل. نهيمة شنو هو؟ سوسن نمرة تحت اختي ما عندناش. نهيمة ويلي على شوها، خاصنا ناخدوها من عند مولا بتسلات. سوسن ايه ايوا تجي انتي لاهيها وانا نسلت ندخل البيتة وناخد رقم تليفونها. نعيم ايه صافي يلا كوني هانية. اما عند رائف وغيزلان باقي شادين الطريق. غيزلان شاف الطريق طولات وهي تسولو، واخا نسولك. رائف سولي. غيزلان فين كاين هاد اليخت؟ رائف في الشمال. غيزلان تصدمات، ربي ربي. رائف لا تنضحك معاك. غيزلان ياه غير تدوي بينها وبين عقلها، يا حليلي الشمال كنت كنشوفو غا في التلفازة، مكره تكون غير كانوا معايا البنات. ايه اللي شافنا يقول غير فقارة، اما احنا راه عندنا الخير ولكن للاسف ما كنسافروش. سكات على السرجم تاع اللوطو بقات كتشوف الطريق حتى غفات. بعد مرور 4 ساعات وقفات اللوطو تاع رائف قدام البحر. نعم سيدي حياة صمتو وضربة يفيق غيزلان. رائف بصوت خافت، غيزلان غيزلان فيقي وصلنا. غيزلان واخا واخا. بدات كتحل عينها بشويه وكتشوف متسترجم فين هما، شافت البحر بتسمات حيطت صمتة. نزل رائف ونزلت حتى هي شافت البنات الميني ودايزين كيتعوجو قدام رائف، وبركت متبعاهم بالعين وكتخنزر فيهم. زاد رائف وتبعتو غيزلان كيمشي بالزربة وهي تابعه تجري. وصل رائف حدا اليخت ديالو، هبط القبطان عنده واستقبلهم وطلعوا. غيزلان عجبها بزاف شويه
انطلق بهم وطلعوا الفوق، منظر رائع. غيزلان بقات واقفة كتشوف في البحر وفي زروقيتو وريحتو اللي كتخلي قلبك ونفسك يرتاحو. غمضات عينيها وشعرها كيطير بالبرد حتى سمعت صوت رائف. لا لا شتك بال كم مستمتعة باللحظة، هبطي قادي شغلك. غيزلان اسمح لي يا سيدي انا هبطة. هبطت لتحت كتقلب على الكوزينة، تلقاتها زوينة ومرتبة ومتوسطة. حلات الثلاجة لقات كل شيء، لبست طابليتها لقاتها تما، وجمعات شعرها سفنجة وجبدت صدر تاع الدجاج ستيك، شرملاتو في القامة ودارتو يتقلى، ودارت شلاضة تاع الروز وبطاطا والذرة، ودارت صوص بمطيشة، وجبدت فريز قطعاتو ودارتو بالحامض وسنيدة، وجدت داكشي وخلاتو تما. طلعت عند رائف باش تسول فين غتحط داكشي. غيزلان سي رائف فين غنحط داكشي؟ رائف كان مقابل مع البحر، جيبي هنا شير لها فواحد الجليسة حدا البحر. غيزلان هبطات وبدات كطلع ليه تما حتى سالات، وجات تهبط فين غادا اجي تاكل هنا. غيزلان كل مرة كيزيد كيصدمها حال وعقل، مرة يغوت عليها مرة يتعامل معها بزاف. قررت سيرو اللي قال ليها صافي، جات بركت حدا وبداو كياكلو في صمت. بعد مدة هزات غيزلان داكشي وهبطاتو لتحت غسلاتو وطلعت تشوف اشخاصو. سيدي خاصك شي حاجة؟ رائف لا انا غادي نهبط نعوم، الا بغيتي تقدري تعومي. غيزلان لا 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 غاسر عوم هنا، نبقى باركة غير هنا. اويلي على العوم، بغاني نغرق ليه هنا ولا؟ لحقني انا عارفه باغيها فيا. اما رائف اللي هبط لبيتو في اليخت حي التريكو، بقى معري الفوق ولبس الشورت لتحت، عضلاتو شعرو كيحمق وزال. غيزلان كانت كتشوف في البحر حتى بان ليها طالع، خرجت عينيها فيه وضربتها للقوة ملي شافتو. رائف شافها دايره هذيك الوضعيه وشوفات هو يقول ليها عاف راسي بوغوس زوين. غيزلان جمعت راسها وقلبت وجهها. تلاح رائف في البحر، تلمى ترش على وجه غيزلان وغمضت عينيها بالفقصة وتدعي عليه في خاطرها. اما رائف بارك يعوم، وبالقرب من اليخت اللي في غيزلان كان يخت اخر فيه شي بنات باينه فيهم جايين من برا، ضاربين لك دو بياس كيشوفوا في رائف وكيضحكوا وحالين عينيهم، عينيهم غيفي تلاحوا حتى هما في البحر وكيعوموا حداه. غيزلان داز امام عينيها المنظر كله، حيدات التليفون وحطاتو ونضت كتشوف اشواق. لقات البنات كلهم حداه كيعوموا كيتراشقوا بالماء، ورائف ولا على باله كيعوم في ممشى تابعينو ما تسوقش وكيتبرد. غيزلان ما عرفت اشواق عليها، تسمت هابطه، هبطت لتحت حيدات التريكو وبقات بسليب صمتة وصدر كيطل وشورت قصير لابسه تحت السروال. تلقات شعرها ومشات تلحس، ما سمتش حتى حاجه. الحاجه الوحيده اللي كانت قبالتها اولا في بالها هي انها خاصها تلح وصافي. تسمع تشاخ، رائف دار فين سمع صوت شافها هي ابتسم، ولكن ملي شافها كتخبط في الماء وكتغوت تحولت ديك الابتسامه الخوف وتم غادي كيعوم بالزربه. غيزلان حتى تخبطت في الماء وتغوت وعاوكوك عتقو الروح بيت نغرق وهي ناري وفينكم يا اهل مراكش اجي وعتقوني. جا عندها رائف وهزها من تحت رجليها وتيدوي ومالك تطيري ملي ما كتعرفيش تعومي لاش نازله كتنقصي. غيزلان وصافي وبغيت غنتعلم ما فيها باس. رائف غمض عيني ونفاد صبر، وشكون غيعلمك البحر مثلا؟ غيزلان هبطت راسها، رائف تفافة تجات عينيه على صدرها بقى كيشوف فيه. السيد بقى غا كيطلع فيها وكيهبط. عافاك خليني نعوم. رائف واخا هانتي يلا غير ترخاي. غيزلان واخا واخا هانا. البنات اللي كانوا تما ضربوا شي تخنزيرات في غيزلان، شافتهم غيزلان ولصقت في رائف شدات فيه شدات العمى في الظلمة. حلفت لا طلقات رائف، انا قلت لك ترخاي ماشي لصقي على لا الفهمة. غيزلان كتمسكن وري كان خايف راه اول مره نعوم. رائف اوف بدا معاها بشويه بشويه حتى طرخات وسحلات الماء وبدات كدير بوحدها. رائف بقى كيشوف فيها وكيضحك. وحده من دوك البنات جات حدا غيزلان ودوات، او انتي مع داك تيتيز او مون ديو ما تيقتش. غيزلان تعيا ماشي من العاكزين، بدات كتطلق الفيخرات. ايه نعم السي خمسه في عينيك، هذاك راه راجلي وحلالي. لا لا وعند الوليد راهم ناعسين، والا ما فرقتيهمش غادي نوري لبنيتي اش كان سوا، وحق مولانا نتفك في هذا البحر.
البنت: اوه اسمحي اسمحي ليا، ما كنتش عارفه راكم مزوجين. وزادت غزلان بقات متبعه حتى مشات ورجعت حداه، وهي ما عارفاش هاد التصرفات اللي كدير علاش كديرهم. خوات هاد الافكار من راسها وكملت عمانها. تبدا الحال كيبرد عاد، طلعوا رائف دخل للدوش اللي في بيته وبرك يغسل، وكذلك غزلان اللي مشات للدوش اللي لتحت ودخلت حوايجها معاها. رائف من بعد الدوش خرج نشف حالته ولبس من حوايجو اللي تما قميجة بيضة وسروال جين وما قال في النوا، وقاد الحالة والريحة كيهبل. غزلان اللي سالات تدواش جات تمسح ما لقاتلاش، كتقلب في حوايجها سالات الفوطة ولات كتندب وكتويل. الله يا ربي الله، واش هاد الوحلة؟ لا بغيت غير نمشي للبيت نجيبها يقدر يشوفني، انا فين والبيت فين؟ ويلي ويلي اش غندير؟ بعد عدة افكار بينها وبين مخها قررت تعيط لرائف يجيبها ليها. غزلان طلقت حلقة: سي رائف، وسي رائف، سي رائف. رائف بغى يشوفها اش كدير، تسمع حلقها برائف سي رائف ضحكاتو. هبط تابع الصوت منين جاي حتى شاف الضو في الدوش. مالك مصدعانها سي رائف سي رائف، كتعلمي كيفاش تنطقيها ولا؟ غزلان الحشبات تقولها ليه بالحق زعمات ونطقاتها: سي رائف غير سمح لي صدعتك، بغيت غير الفوطه راه نسيتها. رائف: دابا انا بقدي وقامتي مهبطاني باش نجيب لك انتي الفوطه، كضحك عليا. غزلان: احافك سيدي راه جاني البرد غير على وجه امي. رائف بدا كيتفتف ومشى جاب ليها الفوطه وكيدق: رائف حلي شدي. غزلان: اويلي على حلي، غير حط حدا الباب وسير. رائف: غتشدي ولا غنطوع ما وخرجي ديك الساعه عريانه. غزلان: صافي صافي انا غنحل. حلت غير القنيطه وبدات يديها الرائف، شاف يديها بيضاء كتشقشق ومد ليها الفوطه. غزلان خداتها وسدات بالزربه الباب لبسها وكتسنى يمشي باش تخرج تلبس. غزلان: سي رائف مشيتي باش نخرج؟ رائف: هانا غادي ما تعطليش وهبطي عندي انا لتحت. غزلان: واخا. رائف مشى، غزلان طلعت هو الاول باش تاكد راه مشى، عاد خلات وشدات هدرتي كافين حاطه حويجه نشفات الحاله واللبسه لبست الداخلي، عاد جبدت سروال جين وتريكو سخون شويه حيت يلاه دوشات في النوار. جاها مقبوط واعر ولبست صباط دريلاي كحله، شعرها نشفات غير بالفوطه ودرت جوج ضفيرات من الفوق جات زويونه. هبطات بان ليها رائف تيتكيف واقف كيشوف البحر، واللي داز كيبغي ياكلو بعينيه بالسيف راه وسيم. غزلان: سي رائف بيتي شي حاجة؟ رائف دور راسو بهدوء بقى كيشوف فيها بدون أي صبر. عدوى زيدي نخرجو نخاف نخليك هنا وديري شي مصيبة حيت انتي تبارك الله ما كتهدايش. غزلان: والله يا سيدي رائف كتظلمني راني درويشة. رائف: الا لا ما سوقيش تكوني درويشه ولا جنيه، زيد يلاه. زاد قدامها وغزلان مسقط ليه: يخ جنيه بغيتها تضربك ولا تركلك قبلاتي، لا ما دوزتش عليك راني ما كنسماش غزلان بنت حاده. رائف غادي وغزلان تابعه. رائف قرر يتمشى على رجليهم، اما الدراري اللي دايز كيتصرع على غزلان وهي كتخنزر وكتعاير تحت نيفها لا يسمعها رائف. رائف قشا واحد هو يدور ليه: زيدي قدامي. غزلان زادت قدامه وغادة ساقلة، دازو من حدا واحد مول الصوفة وهي توقف لي غزلان. رائف شاف فيها بتساؤل: مالكي وقفتي ياك ما كاين باس؟ قطع لي واحد جوج درهم من الخلصة بيت ناخد الصوفة. رائف بقى كيشوف هاد المصدع، خدا ليها ثلاثة وشداتهم والفرحة باينة في عينيها. غزلان شافت فيه: بغيتي تذوق؟ رائف خنزر فيها وما جاوبهاش. غزلان في نفسها: لا لا يذوقو ليك كتعرف ليه انت بعدا. بقات غادة وكتاكل وكتلدد وكتبنن والسيدة عايشة اللحظة. الخرجة ما دازتش بسلام، غزلان ورائف اتجبد صداع بيناتهم وصدقوا مقرب لينها ديال بصح. غزلان تخلعت في الاخر من التصرف ديالو ومن العصبية ديالو الزائدة، ولكن هي سبب، هي اللي دارت ليه شوها قدام الناس وخلات كل شي كيضحك عليه. ارجع لليخت هو غيطرطق شوية وكان غادي يضربها، شت على زمار ناض وجبت قرعة ديال الفودكا من واحد التلاجة صغيرة وعامرة بجميع أنواع الشراب
وبرك كيقرقر وعيني حمرين. اما غزلان هبطت البيت كتبكي وكترعد وصوتو باقي في ودنها تخلعات، ولحد الان ما فاهمه والو، ما عارفاش حتى علاش تعصب. اما عند البنات اللي جات حاده وحطوا ليها الماكله سلاتها ونضو ساعة للمواعن حتى غمزت صوصة ناعمة عاد فهمت البلان ناعمة أمي نوضت ناسي كيانة حد طلعت فيها راسة الناس ما موالفاش لك هيك ما كاين بس ناعمة والو بس أمي غير بيتك ترتاحي لي ركبك الإراق وكان حد لا لا خليني باقي الحال صوصا قلبت عينيها بالفقصة وناعمة كدير بها براسة غير سكسيدة بطنون داز شي نص ساعة عاد حتى بدا كيدخلها النعاس وناضت باتجاه بيتها تكات حتى داتها الغمضه ونعسات. هنا ناضوا البنات تي غيب شويه غيب الحس غادي على صبع رجليهم بقاوها ناعسه والتليفون حدا راسها هزاتو سوسن بالخف وبركت كتقلب على النمره تلقاتها وقيدتها في التليفون ورجعتو بحالو ما كان والو وخرجوا مشاو لبيتهم. ناعمة تنهدت اوف واخيرا سوسن نعيطو ليها ولات الغدا الصباح راه تكون نحسات اش من نحسات الله يهديك. نعم ايه عندك الصح كل وحدة مشات البلاصة تسكاو وطفاو الضو واستسلموا للنوم. اما كاميليا فباركة في بيتها ومدورة تصاور ديال الرائف بها كتشوف فيهم بحال شي بصدي وكتبوس. كاميليا هذا التصوير وكتضحك على رائف رائف ساعي غادي نتزوجو انا وياه ونولدو بزاف الا ولا لا غير واحد باش ما نخسرش الفورمه ديالي. ما طلعت عليها وشافت حاله بنتها نهدات بحزن وصدت عليها الباب. هبطت لقات محمد ومصعب باركين كيشربوا القهوه بركت هي حداهم وساهي فحال بنتها اللي ما فيه ما يعجب. محمد ياك ما كاين باس شتك غا ساهيه ومهمومه. مصعب ياك ما ديك العفريته دارت شي حاجه. عاتي قال لا لا ما كاين والو غير دارني راسي شويه بس كتعيط للخدامة مرجانة أمرجانة جيبي لي المسكين ديالي ديال الراس. جابتو ليها شربات وتسكت على الفوتوي. أما عند عزيز وزهرة باركي كيتعشاو في جو مضحك مع مرها في اللي كله نشاط وحيوية كيضحكهم. عزيز ويني مسخوط ومن صغره هو ناشط وذاهي مرها في والله يخلينا ديما ناشطين وضحكين. زهرة أمين وليدي قاو كملين حتيتهم وصارتهم. اما رائف باقي عطيها الشرب سلام القرعه الاولى وداز للثانيه والثالثه وختمها بجوج جوانات رد بهم البجاج عيني ولاو كيف الجمره وغير كيشوف البحر. اما غزلان فبقات كتبكي حتى نشفوا دموعها. اصبحنا واصبح الملك لله بداو بغزلان اللي فقت ورا صدارها بقوه البكاء ناضت بزز وبتقالة دخلت للطواليت بقات حوايجها ما فيها اللي بدل غسلات وجهها وحلت الطفيرات وخلت شعرها على راحته مشات ديريكت للكوزينه باش تجنبو مقاد على صداحات الصباح وراسها دارها بس كتوجد في الفطور وبالها مع شنو وقع البارح. اما سي رائف اللي نعس الفوق قدامه قرعه الشرب خاويين مرميين في كاع القنات وجوانات اللي ضارب سيد مع قشه على راسو حتى غفى تما داك يحل عيني على الريح ديال البحر اللي كيضربو ناض كيحك في عيني وشاد في راسو اللي على والو غادي ينفضل بقوة ما شرب البارح. ناض كيتخلخل ديريكت لبيتو دخل الدوش وطلق الماء بارد عليه باش يفيق بقى مدة هكاك عاد غسل شعرو ودار الصابون وخرج لاوي عليه فوطة على نصو وفوطة صغيرة كينشف بها راسو. من بعد ما سالا جبد شورت ديال الجين مع شي شيرت في البيض وقد شعرو وطلع الفوق. اما غزلان كملت وجد الفطور متغاد مطلع وتدعى في خاطرها باش ما يكونش ولكن وقع العكس ولقاتو حطت الفطور شافت الدنيا حالتها بدات كتجمع وكتهبط حتى طرفات الدنيا. اما رائف ما دواش حدو جبد مسكن ديال الراس وشربو وخدا غير قهوه وخلى داكشي كيف ما هو وانا دخلت كيتمشى وخلاها ما شافش جهتها كاع. غزلان شافت جهت داك المسكن اللي شرب منه مشات باتجاهه وشافت غير كلمه الراس قالت هذا هو اللي غينفعني ما كملتش قرايته وشربت جوج بلات باش زعما يلا يبرد عليها راسها. من بعد هزات طرف الكيكه وكاز العصير وكلاتهم عاد ناضت جمعات الميده تاع الفطور وغسلت داكشي
ورجعت الدنيا كتشعل، لا بغات سي رائف ما يتقلقش. ضربتها بحال الدوخه في راسها، شدات فيه بقات غاده وشاده في القنت تاع اليخت حتى وصلت للقنت وبركت شاده في راسها كتحس بالدنيا كدور بها. رائف من بعد مده وضرب دويره حدا البحر رجع اليخت، شاف حصان مقطوع طلع بالجري الفوق، عرفها غتكون دايره شي مصيبه، بانت ليه شاده في راسها وكترحد. مشى بالجري شد ليها يديها وطلع ليها راسها، شاف وجهها صفر كيخلع. رائف كيضربها ظريفات خفاف في وجهها حيت السيده شبه مغيبه واخا حل عينيها. اه غيزلان، وغيزلان مالك في هاد الحاله؟ شنو درتي؟ غيزلان ودنيها مصمكين وكتشوف صورته مضببه، ما حس براسها حتى سخفات. رائف شدها دغيا وبرك كيضرب، والو السيده ما عليها بمره. هبطها دغيا لتحت وجبد التالي باش يعيط على الطبيب اللي هنا. كاين دكتور احتياطي لاي حاله في هاد الحالات في اليخت. الدكتور: الو سي رائف، اش حب الخاطر؟ رائف: دابا تكون عندينا. اقطع. تم جاي الدكتور كيجري، دخل جبد الماتيريال ديالو وبدا كيفحص فيها. تكمل عدنان: رائف مال وجهها صفر وسخفات، اش عندها؟ الدكتور: الانسه خدات شي دواء مجهد عليها بزاف، اثر لي على معدتها، والمشكل انها خدات جوج يعني نسبه كبيره، والمضاعفات كانوا بشكل مضوبل، وهذا الشيء علاش الانسه وقع عليها فحال هذا الشيء. المهم ما عندك من الشخاف، من لا شويه غتنوض وغادي تردو حيت حقنت ليها واحد الابره، وهاك هاد الدواء ضروري ما تشربو الا كل نهار في الليل قبل ما تنعس. ونسحب رائف برك فواحد الكرسي وشد راسو بين يديه كيشوف هاد المصيبه اللي سلطها عليه ربي، وما كتزقاش ضروري ما كدير شي مصيبه. طلع ليه الدم، كون ما كانت مريضه كون قتلها. شويه هز راسو وشافها كيف ناعسه، صحف وجهها وعيناتها المجبتين وفمها كيفاش متراسي. شويه نعل الشيطان وربع يدي حتى كيتسناها تفيق. ايوا لالا غزلان عادت كتخسر في سيفتها وكتساعد تفيق، بدات كتحل في عينها وكتشوف فين هي. الدور اللي غدور بان ليها رائف بارك ومربع يدي وكيشوف فيها شي شوفات ديال فقتي يا لالا غزلان. ما عارفه مالها، اللي عقلت عليه هو فاش رائف وسخفات، ما عقلت حتى على اش كان كيقول. غزلان صوتها سخفان: اش وقع عليا ها السي رائف؟ رائف ناض وقرب الكرسي حدا: غير الفامة كيف ديما قربتي لشي حاجة ماشي ديالك وشربتيها ودارت لك هادشي، ايوا شدي باش يلا الحمد لله. غزلان تفكرت الدواء ولا صغا كدور في عينها: انا ما شربت حاجة. رائف يلا بغى يقول لها نوضي سيري الطواليت باش تردي داكشي، وهي دير ليه لالا غزلان بوا وردت ليه حالته حالة. غزلان كتشوف مخلوعة رائف كيضحك بالفقصة: لا 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 هادشي بزاف. وبدا كيغوت. غزلان صدمات ملي دارت: اما رائف تيغوت. نصر داك التريكو بالزربة وطوعو وناض كيجري للدوش. غزلان: وانا مالي اوه نحبسها وراني مريضة. ناضت بشوية باقا في الدوخة، مشي جهة الدوش، مشات البلاكار وجبدات تريكو في الخزي وسروالتين مع صبيبة خزي والملابس الداخلية ودخلت معها الفوطة. ايوا نزغرتو حيت منساتهاش، حيدت حوايجها وطلقت عليها الماء وغسلت شعرها ودارت الصابون والجيل بنكهة الفريز لقاتو تم كبات نصو، عاد شلات وخارجة. نشفت راسها، حست براسها ترخفات شوية، لبست حوايجها وتسكات. اما رائف طلع للدوش وبقى تيفرك في حالته ويعاود، خصوصا مع السيد مهووس بالنقاء مرض وتعصب، تا كيدير الصابون وكيعاود ويتشلل ويعاود ويتشلل ويعاود، عاد شلل في الاخر وخرج. نشف حالته وجبد حوايجو لبس وجبد سيجار كيبرد فيه في قصته قبل لا يقتلها. اما في الرياض حتى في الخدمه والبلاد من بعد ما داز نهارهم كيف باقي نهارات شقا، توجد الماكله وتفراج لا خروج لا دروج. بركو في البيت وجبدو التليفون ودوزت سوسن مراسا اختهم غزلان، ونعيمة هي حاطه ودني على التليفون باش يدويو بجوجات. عند غزلان يلاه بدات كديها الغمضة ويقفزها صوت التليفون تيفيبري، بدات يديها بتقال وهزاتو وجبدات. غزلان بصوت نعسان: الو شكون؟ سوسن: الو اختي الحبيبة معك سوسن. غزلان سمعت صوت اختها نضت قافزة وخرجت عينها بالفرح: الو سوسن سوسن اختي.
سوسن اه حبيبتي انا، وها هي تنعيمة حدايا. نعيمة دورت التليفون جهة ودنيا. الو اختي الحبيبة. الو توحشتك. شحال توحشتك، توحشتك بزاف. غزلان غير سمعت صوت خواتاتها وعينيها غرغرو بالدموع. حبيبتي ما تبكيش، انا يلا دابا 5 ايام باش مشيت. صبروا حبيباتي، ما بقى والو، انا ديما حداكم. نعيمة صافي حبيبتي ما نبقاش نبكي. ايوا انتي فين دابا، واش كديري؟ غزلان انا في الشمال مع داك كحل العفطة. سوسن دوات الشمال، واو واو، ولكن شكون كحل العفطة؟ نعيمة سادتك يا اختي. غزلان والو ما كاين لك حل العفطة لا والو، انا اللي كحلت العفطة بالحق، ما تشطنوش عليا، الحمد لله بخير. سوسن داكشي اللي كيبان لينا. الزين يلا نخليك، سنعاودو نعيطو عليك مره مره. نعيمة ايه باش لالا حاده ما تعيقش. غزلان احقا نتوما كي درتو شريتو التليفون يا الصقعات، ودروك تحصلو عندكم وتصدقو في شد ليا نقطع عليك معاها، راكم كتعرفوها هي الصقعات. سوسن ما تخافيش غزلان، غير قابلي شغلك وخوي راسك، حنا راه بخير. نعيمة ايه يا اختي ما عندك علاش تشطني. غزلان واخا الحبيبات يلا نخليكم وتهلاو ليا في ريوسكم بزاف. سوسن ونعيمة بسلامة اختي، كنتي تهلاي في راسك. وقطعوا. غزلان لحت التليفون وتسكات كتفكر خواتاتها توحشاتهم، واخا دازت غير 5 ايام اما لا دازت كثر علم الله. قات فكرة كديها وفكرة كتجيبها حتى نهزات عند مرهف اللي في الشركة مشغول في شي ورق كيخدم عليهم، كيراقب قيمة الصادرات والواردات، حتى دخلت السكرتيرة تاعو كتعوج وحال القميجة الصدفة الأولى والصدر كيبان والمينية ودوك الفخاد خارجين. حطات واحد الملف وبالعاني هبطات باش يزيد يبان الصدر. مرهف طلع فيها راسو شاف وداك الشي وابتسم بخبت، حتى هو ماشي من العاكسين وتقرب منها. مرهف اوف دابا مزيان ممكن تخرجي. خرجت دغيا كتمسح فمها تخلعات، ملي سالا شغلو خرج باتجاه دارهم. اما عزيز كان هو وزهرة وموت كامي عتيقة كيدويو. عتيقة شوفوا بنتي غادي تقتل راسها الا ما تزوجت بيه، راه تسطات خاصها ضروري يلقاو شي حل. عزيز سمعها للعتيقة، حنا دايرين جهدنا، الدري اللي ما باغيهاش اشنو المعمول؟ زهرة حنا غادي نقنعوه باش يخطبها، ولكن الزواج راه ما يمكنش. عتيقة بغات كتشوف كتفكر، وفي الاخر قالت والله ما يخطبها ولا تسطى لهاد الدرية. صافي تا هاد الحال نتمنى تزربو دغيا، حيت هاد الحال راه ما بقى فيه ما يعجب. عزيز يكون خير على العتيقة. نضت عتيقة وخرجات، وفي نفس الوقت دخل مرهف برك في الصالة مع موبا. مرهف ياك ما كاين باس، مالت ليا متكامي خارجة كانت هنا، ياك ما كاين باس. عزيز لا ما كاين باس ولدي، غير جات كتسول فينا. زهرة ايه يا ولدي عنده الحق. مرهف كيشك ايوا العجب. المهم تهلاو انا طالع للبيت نرتاح. اما كاميليا اللي باركه في واحد البواط ضاربه ليك سوالاسقه ومجبده الشعر مع المايكياج اللي ثقيل والعكر في البوردو، وباركه مع الكليكه ديالها اللي كلها شيكي والبخ وطلق عليا نطلق عليك. ندى وحده من صحاباتها ديال والو، حبيبه كامي امتى غتخطبي انت ورائف؟ كامي هازه كاسه الويسكي كتجغم منه وكدوي قريبه حبيبه، سنتسنى غير يسالي شي خدمه شغلها وديك الساعه نعلنوا على خطوبنا، وغادي ديك الساعه تكوني سنتي محاضره. ندى ايوا مبروك وسبقا. كامي لا لا يخطيك ما شيغي. بركت كتشرب كاس سابع كاس كالعاده، مبقاش كيشد فيها ولفاتو بحال كتشرب غير الماء، عندها زايد ناقص. كل بالها ورائف اللي تقاد صبرها عليه. غزلان بعد ما ضربتها بنعسها 3 سوايع فقت وغسلت وجهها قادت شعرها وطلعت الفوق، بان ليها رائف كيخربق في تليفونه وكيتكيف. غزلان زعمت ودوات سي رائف امتى غنرجعو؟ رائف ماهش فاهيني حدو، قال ليها جميع حوايجك وتسناي. غزلان كيف قصها ملي كيدوي معاها بهاد الطريقه، خنزرات فيه وهبطت كتبرقم. انا ها قلت ليه امتى غنرجعو، ماشي اش غندير اخ على بشار تفو. هبطت جمعت حوايجها واغراضها اللي جابت
دخلت الكوزينة، هزت طرفة الحلوى وصايبت ليها قهوة، وبركت كتأمل كتعتق راسها هو الأول والرحيم الله. سالات ماكلتها وغسلت فمها وخرجت لتحت، وقفت حدا اللوطو كتسنى شي نص ساعة تركبيها ضروها عاد السيد هابط كيت مختر ونضادر في الكحل في العينين جاو زوينين. جا حل الباب وركب، هي بقات كتشوف فيه كتسناه يهرد عليها زعما يقولها طلعي. ساعة ديمارة وتم غادي، غزل الغدا وتابعها وكتغوت. غزل انطلق دوك الحلق وقاف، اويلي بغي يخليني هنا وتوقف وقف توقف عليك جنية، هي بغيتي تخليني هنايا اوف. رائف بقى غادي حتى سخفات بالمزيان عاد وقف كينتقم منها غير بشوية بشوية. رائف خرج راسو من الشرجم تاع اللوطو، غنحسب حد ثلاثة غتزيدي ما غتزيديش بربي تنخلي امك هنا. بدا كيحسب واحد واحد جوج جوج، ما جا فين يكمل ثلاثة حتى لقاها ركبات وخبطت الباب واحد الخبطة كتبرد فيه غدايدها، دارت الصمتة بنظرة وكتضرب في شي خنزيرات قرطاس. نعم السي صحابو سي رائف ضحك، نو تا هو داكشي متبادل ما كاين غا عطيني نعطيك. ديمارا وزاد بعد مدة لقيتهم قدام دار سي رائف، هبط وخبط الباب وزاد، وتغيت لان ضربتها الباب واحد الخبطة تبقات كتسمع مع الصقيل. رائف وقف ودار عندها، لا هرسي جايبها من داركم. غزلان ما جاوباتوش، حضرت راسها وزادت دخلت البيت ديريكت، بدلات حوايجها ولبسات بيجامة تاع الدار جاها واحد الملل عجيب. خرجت لبرا بغات تستكشف المكان، ما حدو طالع البيت. خرجت بقات غادة وكتشوف ديك الخضورة والطبيعة والخلا، ما كاين لا دار لا زوج حداهم والو. بقات غادة شحال تبانو ليها شي قطيطة تما، فرحات ومشات حداهم. وينو وينو قطيطاتي حبيباتي اش كديرو؟ القطيطات كيشوفو فيها تيقولو مياو مياو، وهي كضحك عاجبها الحال. هزات وحيدة كانت بقى صغيرة بيضة بحالها غير هي عويناتها زورق، بقات هزاها وغادة تدور بيها، كانت بحال حديقة الحيوانات، كانوا شي أرانب وشي بطات ديكور رائع. غادة وكتكتشف وكتضحك، ما حستش بالحال حتى طاحت الظلمه. نيت لا ترجع السيده ضربتها التلفه، ديك الضحكه اللي كانت فمها تحولت الخلعه وبدات كتدور في جنابها، شدتها البكي ما عرفت مين ترجع تتبان لها غير الظلمه. رائف كيغوت، غزلان وفينك غزلان؟ غزلان كانت كتبكي وكتنخسس وخايفه، تسمعت صوت رائف قريب منها، ناضت وبدات كتغوت كتغوت باش يسمعها. رائف ورائف انا هنا. رائف سمع صوتها اللي مقطع بالبكا وتم غادي كيجري وتابع مصدر الصوت وداير بيل ديال التالي تاعو، تابع ليه الخيال تاع شي واحد واقف. غزلان غزلان غير سمعت صوتو ظهرت بالي وهي تمشي كتجري عندو عنقاتو وكتبكي. السي رائف كانوا غياكلوني كانوا غياكلوني الكلاب، خفت بزاف. رائف تبلوكا ملي عنقاتو، ريحتها تغلغلات في اعماقو، شعر اللي تيطير وكيدوز على وجهو. غزلان معنقاه وكتبكي وخاشية وجهها في حضنه وكتبكي كأنها كتشكي عليه خوفة بحال شي بنية صغيرة. رائف أزي دي بشوية وحاوطها تهو، غزلان غير حسات بيدي زاد تمخشات فيه تهو وعنقها وزير عليها كلها كتبكي حتى تفشات. دازت شي 5 دقائق عاد غزلان سكتات باقاها كتنخسس. بعدت شوية من رائف وطلعت فيه راسها، اسمح لي عمرت لك جاكيت تاعك بالدموع. رائف كيشوف هاد الحمقه اللي بلا ربي بيها، بغيت غير نعرف علاش عزيز عليك المشاكل وما كتشديش بلاصه وحده. انا ما درت والو غير جاني الملل وقلت نخرج ندور شويه غير هنا، بقيت غادا حتى تلفت، وملي جيت نرجع تلفت وسمعت صوت الكلاب وخفت وبركت هنا. رائف مربع يدو كيشوف فيها، ايه زيدي. غزلان تسمعتك كتغوت بسميتي عاد وقفت تنقلب عليك وانت تلقاني، يكون فرسوك الكلاب هنا. دوي سمعي غزلان هاد الترطيه ديالك راها ما مسلكاش. غزلان وصافي اسمح لي ما نبقاش نعاود. يلا زيدي رجعوا للدار، كنت باغي قهوه شوفي فين صدقت. غزلان صافي اسمح لي سي رائف انا غنوجدها لك. ثم غادي وهي تغوت غزلان تشد رائف من ودني، المشا ويلي نسيتها. رائف غمض عيني وزير على القبضه ديالي الضوء كيورك على هدرتو، واش باغا تعصبي؟ واش بغيت تعصبيني؟
انتي حمقه ولا مالك؟ راه غادي نخلي امك هنا نيت داكشي اللي يلقلك، ما كتعرفيش دوي بشويه. غيزلان: واه اسمح لي يا سي رائف، راني مليت فكرت المشى نسيت راسي، وزيد عافاك يلا نجيبوها باش تونسني. رائف خنزرفع: زيدي قدامي، زيدي جيبي هاد الزبل تاعك وزيدي. غيزلان فرحات: واخا. مشات قدامه وهو وراها كتقلب عليه حتى بانت ليها وهي تهزه وفرحانه. غيزلان: وينو على الفنه تاعي يخليك ليلي. رائف كيشوف فيها وساكت، ما فيه اللي تعصب زاد وتبعاته، هي خافت ليهرب ويخليها هنا. بقاو غاديين وهي كتحاول تلحق عليه حيت خايفه، خصوصا انه الظلام وهو مضوي غير بالتالي تاعو. وصلوا للدار، مشى هو لحدا لابيسين ودخلت هي باش توجد ليه القهوه، شدات المشيشه وحطاتها فوق البوطاجي. حبيبتي انا غنعطيك فرماجه ياكي، كليها بين ما نعطي لسي رائف قهوه ونجي نلعب معاك صافي. مشات دارت الحليب بفريد ومشات للثلاجه جبدت المشيشه فرماجه وخبات ليها الحليب في واحد العلبه بحال الجبانيه، وبركات كتشوف فيها كتاكل وهي كتسنى داك الحليب يفيض باش دير لي قهوه. شي شويه شافته بدا كيفيض وطفات عليه يدفق ليها، وجبت الطاسه وكباتو فيها وجبت القهوه ديال الكارت نوار ودارت ليه جوج معالقات، وجبت صوينيه صغيره وحطاتهم ليه فيها، ودارت جوج قطع سكر ومعلقه باش يحرك، وتمت غدا بيوم ليل. رائف اللي كان بارك فوق الفوتاي مقابل مع لابيسين تحت ضوء القمر منظر رائع، حطت لي القهوه وجمت غدا راجعه. رائف تسناي فين هي المشه؟ غزلان شافت فيه بتعجب: فوق البوطاجي كتاكل. علاش فوق البوطاجي ديال الكوزينه كتاكل ياك؟ وانتي طيبتي القهوه حداها، واش كتضحكي عليا؟ شاهد القهوه ومدها ليها: شدي هادي خويها لك ولا شربيها. ماما بقيتش باغي انا كاع قهوه، صايبي وحده اخرى وديك المشاه حطيها في بيتك ولا شوفي كديري ليها. بقات كتشوف فيه كتشوف في القهوه وهي ما كرهاش تخوي عليه كيف قصها. مشات باتجاه الكوزينه وصلت لقات المشيشه كلات كلشي، هزاتها وداتها لبيتها. وينو حبيبتي والشهيده؟ كلات كلشي، هانتي بقي هنا، مشي نصايب لداك راس البرميل قهوته ونجي عندك. سدات عليها الباب تاع البيت ومشات للكوزينه، عاودت دارت حليب اخر وهي كتفقس خططق بالعصاب. وغيزلان غا كتبركم: قاع هاد النقا فيه الموسوس المشكاك، مريض نفسيا بغيت كتشربها ويشدك الاسهال وتبقى غادي جاي للطواليط ويكون الماء مقطوع. يا ربي شافت الحليب بدا كيطلع وطفات عليه وجدات لي قهوه جديده ثاني وسمت غاديه ليه بها: هيا قهوتك السي رائف. رائف شدها من عندها ودار ليها اشاره باش تجلس. غزلان جلست وهي متعجبه منه: ياك ما كاين باس السي رائف، ياك ما القهوه ما عجباتكش. رائف: نو غير بغيت ندوي شويه، ما كاين ما يدار. غزلان بصدمه: ها هاد السيد كيصدمها اويلي ما مفهومش، ياك دابا عاد غوت عليها على القهوه. عاد قال لها بركي تحتو ما تعرفي اش تحت راسو. رائف: اشمل لك لعبو اسئله واجوبه. غزلان: قررت نسيرو فحالو، يا بها يا بيه. وهنا نهاية الجزء الثاني، تلقاو ان شاء الله مع الجزء الثالث في اقرب وقت. ما تنساوش ديروا لايك وتخليو تعليق ديالكم.